اوكي انا مع حقوق المرأة، حقوق المرأة اوكي. طب حقوق المرأة غزة والمرأة بغزة ما إلها حقوق، الطفل بغزة ما إله حقوق، اللي قاعدين بينادوا حقوق الطفل وحقوق المرأة. احنا اكتر اشي المرأة ماخدة حقوقها احنا عنا هنا بفلسطين، المرأة عنا عاملة، المرأة عنا بالتشريعي، المرأة عنا بكل المؤسسات الحكومية، المرأة عنا يعني إلها 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 وضعها عنا. احنا اكتر ناس عنا حقوق للمرأة. يروح يشوف المرأة في افريقيا شو بيصير فيها، تروح تشوف بكل الدول العالم المرأة شو بيصير فيها. احنا عنا المرأة معطينا حقوقها وزيادة كمان، والطفل كذلك الامر.